تم تكريم ما يقارب 300 تلميذ متفوق بمعدلات عالية بين 16 إلى 18 في شهادة البكالوريا 18-74، بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط من 18 إلى 19. حقيقة الحفل هذا اللي أشرف عليه السيد الوالي وأصر أن يكون حفل يليق ب. نشكر الوالي ومدير التربية على هذا التنظيم اللي فيه نشجعوا أبنائنا على النتائج اللي حققوها، وإن شاء الله إحنا كأولياء نكونوا سبب في هذا النجاح وتطور إن شاء الله البلاد والجزائر. قسمية عبد الله متحصل على شهادة البكالوريا بمعدل 16-25.25، الأول في بلدية حسي بعبع، الثاني في ولاية الجلفاء في شعبة أدب وفلسفة، معدل تحصلنا عليه بعد دراسة تقريبا عام كامل. هذه المبادرة الطيبة والالتفاتة يعني كانت بمثابة دعم معنوي لنا.